مشاهدينا لتعليق على الموضوع والمسيرات التي تنظمها الفلسطينيون في قطاع غزة، ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من غزة الأستاذ ياسر أبو هين، رئيس تحرير وكالة صفا الفلسطينية من قطاع غزة. أهلا بكم أستاذ ياسر إلى هذه الجولة الإخبارية. اليوم الجمعة هي جمعة جديدة من فعاليات مسيرة العودة، لو تصف لنا كيف استعد الفلسطينيون على مدى الجمعة الماضية لهذا اليوم وما الذي يحدث الآن على الأرض؟ اليوم هو امتداد للجولة الثورية إن صح التعبير، أو المرحلة الثانية من مسيرة العودة التي بدأت الجمعة الماضية. حالة من الانتفاض، وحالة من الثورة، حالة من رفض الظلم والذل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. إذا أردنا الحديث عن قطاع غزة، التحضيرات امتدت من الجمعة الماضية إلى أمس أو إلى صباح اليوم الخميس، امتدت لتكون هذه الجمعة ما أطلق عليه النشطاء نشطاء الانتفاضة ونشطاء الثورة جمعة الكاوشوك. نعم، للتعبير عن حالة الغضب وحجم الغضب الذي يعتري الفلسطينيين نتيجة استمرار الحصار على قطاع غزة، وتعبيرا منهم لحق العودة الذي هو حق الفلسطيني في غزة الآن. حتى اللحظة الأجواء على الحدود الشرقية لقطاع غزة في مناطق التماس الخمسة أو مناطق التجمع الخمسة التي حددتها الهيئة التنسيقية العليا لمسيرة العودة، هناك حالة من الغضب تتفجر من الشبان الفلسطينيين بحق جنود الاحتلال، اشعال مجموعه كبيره من الاطارات ورشق الجنود بالحجاره. الاحتلال الاسرائيلي كعادته يرد بكل عنق وبكل قوه. نعم استاذ ياسر، عذرا، دعنا نشير الى الخبر العاجل الذي يرد الان على شاشه الرافدين. تصريح صادر من الهلال الاحمر الفلسطيني يقول بان هناك 81 فلسطيني في قطاع غزة، ثلاثة منهم بحالة حرجة، أصيبوا اليوم نتيجة المسيرات ونتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني على هؤلاء المتظاهرين. يعني مع وضع المتظاهرين لهذه الأعداد الكبيرة من الإطارات التي أشعلوها حتى يشكلوا ستارا فاصلا دخانيا بينهم وبين الاحتلال، يعني لا زال هناك أعداد كبيرة نسبيا تقع اليوم كمصابين في هذه التظاهرات. يعني ما الطريقة التي ينتهجها الاحتلال اليوم في عملية التعامل مع هذه التظاهرات التي تصدر بقطاع غزة؟ هو حالة الإصابات نسبيا يعني مقارنة بالجمعة الماضية حتى الآن خفيفة، ونتمنى أن تبقى ذلك. الآن وصل الخبر عن شهيد من شرق خان يونس، وصل إلى مستشفيات الصحة في شرق خان يونس. الاحتلال بطبيعته ينتهج العنف وسياسة الاستهداف المباشر للمتظاهرين. نحن نتحدث، إذا أردنا الحديث عن الجمعة الماضية، 19 شهيدا وأكثر من 1500 جريح، هذه مجزرة ارتكبها الاحتلال في يوم واحد. اليوم الاحتلال أصيبت حساباته بالإرباك. المتظاهرين والشبان أشعلوا هذه الإطارات بكميات كبيرة لإيصال رسالة غضب والعمل على يعني عن جنود الاحتلال. ما الذي يخشاه الاحتلال الصهيوني من هذه التظاهرات وتزايد الزخم فيها؟ تسمعوني أستاذ ياسر؟ نعم. ما الذي يخشاه الاحتلال الصهيوني من تزايد زخم هذه التظاهرات؟ بالتأكيد هذه التظاهرات هي حدث بدأ ولن ينتهي، هذا ما يخشاه المحتل. هذه التظاهرة ليس تظاهرة عابرة، ليس مسيرة ليوم واحد، إنما هي فعالية بدأت يوم 30 مارس، بدأت وتنتهي أو ستنتهي كما يقول المنظمون لها بأنها مسيرة العودة الكبرى، تنتهي بأن يعني يعبر اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة ومناطق أخرى إلى أراضيهم المحتلة عام 1948. هذا منبع القلق وبواعث القلق لدى الاحتلال الإسرائيلي، أن هذه المرحلة
وهذه المسيرات على بساطتها قد تشكل موجة جديدة من موجات الثورة الفلسطينية التي لا تحمد وقتها. نعم، مع وقوع هذه الأعداد من القتلى، هل ستخمد التظاهرات يعني أو تتراجع عن الزخم الذي يشهد ازديادا في الجمعات المقبلة؟ بالتأكيد لا. الدليل أن الجمعة الماضية ودعنا وشيعنا 17 شهيدا يوم الجمعة ويوم السبت. في اليوم في صبيحة يوم السبت بدأ الإعداد والتجهيز لمسيرة العودة الكبرى في هذه الجمعة، ووجدنا أن هناك حالة من الإقبال من المواطنين ومن الأسر الفلسطينية في الذهاب إلى مخيمات العودة التي أقيمت على شرق قطاع غزة في مناطق التخييم الخمسة. على مدار الأسبوع الماضي كانت هناك تقام فعاليات حياتية ومجتمعية تعبر عن الحياة الطبيعية التي يعيشها الفلسطيني. وجدنا حفلات زفاف أقيمت هناك، وجدنا هناك حفلات طهر ودبكة وتراث وخيم للطعام وأعداد الأكلات الفلسطينية المشهورة. هناك حياة من جديد يعني دبت في هذه المنطقة المهجورة التي كان يحظر على الفلسطيني أو على المواطن الفلسطيني أو حتى على المزارع الفلسطيني أن يقترب منها. أعتقد أن هذه الحياة التي تؤسست هناك هي بداية العودة للاجئين الفلسطينيين وبداية إحياء قضية أو ثابت من ثوابت القضية الفلسطينية، وهو حق العودة الذي تتآمر كل قوى الشر في العالم من أجل شطبه وإضاعته. نعم، شكرا لك الأستاذ ياسر أبو هين، رئيس تحرير وكالة صفا الفلسطينية، كنت معنا عبر الهاتف من قطاع غزة. شكرا جزيلا لك.